للموضوع اللي بتطرحوها، فحبذا انه يعني المفروض تطوب فيها حالا يا وفاء. يعني هذا موضوع بعيده بالنسبه للمخيمات، وبالنسبه لما سمي باتفاق دمشق، وبالنسبه ما لمجلس الجامعه، نتائج مجلس الجامعه الحالي، وبالنسبه للقمه الافريقيه، القمه العربيه القادمه، وفاء اخذ التصريح شامل. حالا حالا رفض القمه العربيه بمن يحضرها؟ لا، القمه العربيه لم يطرح بمن يحضرها، لا لم يطرح، ولكن القمه العربيه وافقت عليها الاغلبيه الساحبه جدا، ولم تحفظ عليها الا سوريا فقط، تحفظ انقاذها، وهذا ما يشير الى الموقف النظام السوري من عرقله التضامن العربي والوقوف في وجه التضامن العربي بشكل دائم. سوريا بس اللي اعترضت؟ نعم، سوريا وقف. سوريا فقط التي اعترضت على اجتماع متحفظ؟ لم يتحفظ احد، هناك لم يتحفظ ليبيا ولا تحفظ من المقاطعه. والجزائر؟ الجزائر لم تحفظ. هناك اراء حول ورقه جدول عمل القمه، وكون ان الموضوع محصور بقضيه فلسطينيه فالكل وافق، اما سوريا فقد اعترضت على الشكل والمضمون، على الشكل والمضمون. تعرض اي اجتماع عربي للخروج بتضامن عربي وانهاء الخلافات العربيه، لانها المستفيده الوحيده مثل ما هو مستفيد مثل ما هي مستفيده اسرائيل من الخلافات العربيه، ويجب ان نعترف بذلك ونكون صريحين فيه، وليس في العمل السياسي ما يجب ان يخفى عندما تكون حقائق تتعلق بمصير الشعب الفلسطيني او تتعلق بمصير الامه العربيه، هذا شيء طبيعي. وانتم تدركون انني خرجت حاليا من المجلس مباشره لانكم لكم في كل مداولاته وكل مداخلاته شاذا في طروحاته ومعزولا كل العزله، ولم يستطع الوفد السوري او رئيس الوفد السوري ان يكمل اي موضوع طرحه، الا كلما بدا بموضوع قطع فورا، ولم قطع من قبل اعضاء المجلس بنقط نظام مختلفه، لانه لم يتطرق الى اي حديث بالعنوان الذي مسجل، وانما جاء بكلمات مكتوبه ومملاء عليه من كما يقول هو تاره هو بيان حكومتي، وقد علمته شخصيا بنقطه نظام ان المجلس لم ياتي ليستمع الى منشور حزبي صادر عن الحزب الذي يقود او الذي في النظام السوري، وانما الوفد السوري لديه تعليمات، ليس فقط في التحامل، لديه تعليمات واضحه باستعمال الكلمات البذيئه كالشتم والسباب، بحيث ان اعضاء المجلس كلهم تطرقوا الى اداره هذا الموقف او الى هذا التقليد او الى هذا الطرح، وعارضوه واوقفوه عن الكلام اكثر من مره، ولم يحمل الا مزيدا من الشتائم ومن السباب كعادته دون ان يتطرق الى الموضوع ولا اي موضوع بشكل موضوعي وعلمي او واقع. وحقيقه هذا ما جرى في المجلس فعلا، واوقف اكثر مره عن الحديث، وحتى عندما طلب اليه ان يكمل حديثه اعتذر وسحب، لانه لديه كلمات مكتوبه ومملاء عليه ويريد ان ينقلها بالنص، فنحن طلبنا ألا تقرأ، وطلبنا ألا تملى، وطلبنا ألا تكون مسجلة في مجالس الجامعة، مجلس الجامعة، بل تسحب فورا، لأنها لا تتعلق لا بالضمير العربي ولا بالوجدان العربي ولا بالمصير العربي ولا بالتضامن العربي ولا بالخلق العربي. وفعلا تم كل ذلك، وإنما اعتبر المجلس أن الممثل الشرعي والوحيد الشعب الصيني هو منظمة التحرير الصينية المقرر عربيا ودوليا، وأن أي شيء يجب أن يتم مع منظمة التحرير الصينية وليس مع أي جهة أخرى. ولذلك جاء تأكيد المجلس على قراراته السابقة التي تضمنت هذا الموضوع أو هذا المضمون، والقرارات اللاحقة أيضا بنفس الاتجاه ونفس الروح. يعني والمجلس سينعقد من جديد خلال شهر يوليو. خلال شهر يوليو. اعترفنا أن قرارات لم تنفذ. المجلس لا يعترف أو لا يعترف. السيد الأمين العام تقدم بتقرير حول متابعته لتنفيذ قرارات المجلس السابق، وأعطى في هذا التقرير مؤشرات عن الصعوبات التي صادفها، من سواء أنه تسليط سوري أو تسلط سوري على الموقف اللبناني الرسمي لم تظهر، لأن رئيس الوفد العراقي قد سحب الموضوع ولم تقدم به إلى المجلس ولم يأتي بمجلس وتقديم تقرير على ضوء النتائج التي يصل إليها السيد الأمين العام.